وللمزيد حول الاحتجاجات المتصاعدة في طرابلس في ظل المناكفات مناكفة الطبقة السياسية اللبنانية، ينضم إلينا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات عبر الهاتف من صيدا. أهلا بك معنا سيد القطب. أهلا بكم. بداية، كيف تقرأ عودة التظاهرات إلى طرابلس بهذا الزخم المتصاعد حقيقة والتغيير النوعي لشكل التظاهرات التي وصفها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالجريمة الموصوفة والمنظمة؟ في الواقع القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص معالجة انتشار وباء الكورونا كانت غير واقعية، فإغلاق الأسواق اللبنانية وإغلاق المدن والقرى اللبنانية لمدة طويلة دون تقديم مساعدات عينية للطبقة العاملة في لبنان جعل من هذا الإغلاق يؤسس لأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة معيشة، خاصة وأن لبنان يمر بأزمة انهيار مالي وتضخم في الأسعار وهبوط سعر العملة اللبنانية بشكل كبير، بحيث أن طبقة واسعة من اللبنانيين أصبحت لا تستطيع شراء الحاجيات الأساسية التي تؤمن بها معيشة عائلاتها وأطفالها من حليب ودواء وكافة الاحتياجات الأساسية. هذا الواقع المؤلم دفع بالناس والمواطنين اللبنانيين وخاصة في شمال لبنان إلى النزول للشوارع للتعبير عن هذا الغضب، لأن المساعدات غير موجودة، المعالجة الواقعية مفقودة في نفس الوقت. ولكن هنا يجب أن نتوقف قليلا لننظر إلى الخلف قليلا. منطقة شمال لبنان تعاني من أزمة حقيقية منذ سنوات، تعاني من الحرمان، هناك سياسة كيدية حقيقية تمارس ضد منطقة الشمال. كان هناك مشروع مطروح لفتح مطار القليعات في عكار في أقصى شمال لبنان، واعترض محور إيران على فتح هذا المطار ومنع حتى افتتاحه أو تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني، مما يؤمن الكثير من الوظائف للبنانيين وخاصة في منطقة الشمال، كما يوفر على اللبنانيين في منطقة شمال لبنان القيادة لمدة ساعات للوصول إلى بيروت والسفر عبر مطار بيروت. كذلك الكهرباء، هناك مشكلة حقيقية في الشمال نتيجة غياب السياسة الإنتاجية للكهرباء بشكل جيد، ومنع جبران بسير عندما كان وزيرا للطاقة من إنشاء محطات كهربائية في تلك المنطقة. كما أن محطة تكرير النفط في شمال لبنان في منطقة دير عمار تم تدميرها من قبل الجيش السوري خلال احتلاله للمنطقة ولم يتم إصلاحها إلى الآن، مما أفقد أبناء الشمال الكثير من الوظائف. إذن المنطقة تعاني من حرمان وتعاني من صعوبات مالية واقتصادية، وبعد ذلك هناك من يحاول إهانة المنطقة عبر تسميتها بمنطقة التطرف ومنطقة تتعاطف مع داعش ومع النصرة، ودائما إعلام إيران وإعلام محور حزب الله في لبنان يركز على أن منطقة الشمال هي منطقة التطرف وبيئة حاضنة التطرف، وإنما هناك الكثير من المتطرفين في منطقة الشمال، وهذا غير صحيح بالمطلق. طيب. والمفارقة أنه منذ 3 أيام فقط تم الترويج عبر وسائل إعلامية تابعة لحزب الله ومحوره تؤكد أن هناك شيئا ما سوف يحدث في شمال لبنان وخاصة في منطقة طرابلس، وهذا ما حدث، وهذا ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ما يجري في طرابلس. من الذي أحرق مبنى البلدية؟ من الذي حاول إحراق السراي؟ وهذا يؤكد أن هناك مشروع لطمس تاريخ المدينة وتدمير يعني مؤسسات المدينة الرسمية. نعم السيد القطب، يعني ما تحدثت عنه عن سبب لربما هذه التظاهرات والأوضاع الاقتصادية وبشكل عام هذه أسباب هذه التظاهرات، ولكن غير المفهوم هنا هو موقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من هذه التظاهرات، وخاصة أنه كما تعلم يعني لا يصنف بخانة حزب الله لربما المسيطر على تفاصيل أو مفاصل الدولة في لبنان. في الواقع هناك انفصام وانفصال عن الواقع بالنسبة للرئيس سعد الحريري، هو يتناغم مع حزب الله لأنه يعتبر أن وصوله للسلطة ولموقع رئاسة الوزراء في لبنان لا يمكن أن يتم إلا إذا تفاهم مع حزب الله ومع التيار الوطني، وهو ينعزل عن جمهوره. الآن هناك هبوط بالغ جدا في نسبة التعاطف مع سعد الحريري على الصعيد الشارع السني في لبنان وخاصة في الشمال. هو لن يكلف نفسه زيارة منطقة الشمال والوقوف على مشاكلها منذ مدة، والجميع تحدث عما تعانيه منطقة الشمال.
الشمال من صعوبات مالية، من صعوبات معيشية، صعوبات اقتصادية، من حرمان، ولم يكلف نفسه زيارة المنطقة أو العمل على تفعيل الخدمات، بل العكس هناك مؤسسات خدماتية تم إغلاقها في المنطقة. فلذلك ما يقوم به سعد الحريري الآن هو عمل مدان حقيقة على الساحة اللبنانية. المطلوب منه أن يبتعد عن هذا التحالف مع التيار الوطني الحر ومع حزب الله، والعودة إلى جمهوره، والعودة إلى الالتفاف حول مطالب هذا الجمهور في لبنان، لأننا نحن نعتبر في لبنان أننا نحن أمة مستهدفة من قبل محور إيران، ومستهدفون في وجودنا وفي دورنا وفي حضورنا، تماما كما استهدف أهلنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن. ما يقوم به حزب الله الآن في لبنان هو هيمنة كاملة، وما يريده من سعد الحريري وغيره أن يكون دمية بين يديه، يبوئه موقع رئاسة الوزراء، لكنه غير قادر حتى على تشكيل الحكومة، لأنه يمنع من تشكيل الحكومة إلا بشروط حزب الله وشروط التيار الوطني الحر، وهذا يعني أنه سوف يكون مجرد دمية على رأس هذه الحكومة ولن يكون فاعلا، وبالتالي هو ينعزل عن جمهوره وينعزل عن واقع الطائفة السنية وما تعانيه في لبنان. وهناك إشارة أيضا يجب الإشارة إليها، أن الإعلام محور إيران في لبنان كان يؤكد أن هناك دورا تركيا تخريبيا في شمال لبنان، وأن تركيا تدفع أموالا لبعض المجموعات لتقوم بعمليات التخريب. فإذا هناك إشارات أن ما جرى في الأمس إنما قد يكون وراءه أيدي تركية أو غير تركية، وهذا الشيء في الواقع مستهجن ومستنكر، لأن هناك واقع مؤلم في شمال لبنان يجب معالجته، وليس البحث عن من يتم تحميله المسؤولية أو اتهامه دون مسوغ أو دليل حقيقي. السيد القطب، يعني قبل قليل ذكرت بأن وسائل إعلام ما يسمى يعني محور المقاومة ذكرت أن شيئا ما سوف يحدث لربما في طرابلس، ماذا يفهم من هذا؟ يعني هل هناك اتهام لحزب الله بتدبير لربما يعني الهجوم على السراي؟ ويعني ما هو الهدف من وراء هذه التصرفات؟ حزب الله يريد أن يمسك بالساحة اللبنانية بشكل كامل، هو أمسك بالمؤسسات ولكنه يريد تدجين ودفع المواطنين اللبنانيين وخاصة أهل السنة والجماعة في لبنان إلى أن يكونوا أتباع وخاضعين لسياساته، لا يملكون حرية الرأي أو القدرة على المعارضة. واتهام الشمال بأنه مكان للإرهاب والفوضى وتدمير المؤسسات يؤكد أن وجوده وميليشياته وسلاحه في لبنان أصبح ضرورة لمواجهة حالات التطرف، لأن هناك الكثير ما يتحدث عن ضرورة سحب سلاح حزب الله وإنهاء هذه الحالة الشاذة التي تسمى ميليشيا المقاومة. فوجود حالات تطرف أو حالات فوضى على الساحة اللبنانية وخاصة في شمال لبنان يؤكد الحاجة إلى ضرورة بقاء هذا السلاح مع هذه الميليشيا لحماية الاستقرار، ولتكون إلى جانب الجيش اللبناني في حماية استقرار لبنان. هذا هو المقصود من هذا، من عمليات التخريب هذه. والآن عندما انكشفت هذا الموضوع أصبح الحديث عن أيدي أجنبية وأيدي خارجية، وأن هناك دول وقد تكون هناك بعض الأدوات، واليوم وزير الداخلية يتحدث عن أن هناك تمويل لعمليات التخريب. إذن هناك من قام بالعمل، وهناك من يتم البحث عن من يتم تحميله المسؤولية. وتم توزيع بعض الإشاعات قبل ساعات من الآن أن هناك عناصر من التابعية السورية تم اعتقالهم لأنهم قد شاركوا في عملية الحرق أو في عمليات التخريب، وهذا لم يتم تأكيده، ولكن مجرد تسريب هذه المعلومات وهذه الإشاعات إنما يؤكد أن هناك من يريد إخفاء من يقف حقيقة وراء عمليات التخريب. المظاهرات في طرابلس تستمر منذ أكثر من سنة ولم يتم أي عمل يوازي ما جرى بالأمس من عمليات حرق وتخريب ومهاجمة للمؤسسات العامة. حسن القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت ضيفا عبر الهاتف من صيدا، شكرا جزيلا لك.